هارمين رحمة شيء أصدقائي جدكم فيديو جديد اللي ما أصدقائي نفس ما قالت في العنوان. اليوم يا أصدقائي باختصار شديد اليوم هو اللي راح أشتري بيه الغراض الموجودة في التحديث وبنسوقتها أقيمها وأقول لكم رأيي فيها إذا تستحق الواحد يشتريها أو لا. فيبا أصدقائي فشاهد الفيديو للنهاية ممكن أكون عرض أنتوا حابين تشتروه أو مثلا يعني أنتوا بس مجرد حابين إنه يشوفون العروض وتشوفون إذا هي تحسوها مناسبة أو هيك يعني تشوفوها وياي أوكي. فحطوا لايكاتكم وشكروا في القناة وفعلوا الجرس وخلونا نبدأ بهذا الفيديو. ليتس جو. طبعا يا أصدقائي أول شي هي البدلة. طبعا يعني استخدمت هاي البدلة اشتريتها. فهذه البدلة يا أصدقائي الصراحة كلش حلوة. أنا حبيتها لأنه يا أصدقائي يعني شكلها أول شي مميز من سوق هاي اللي تحولكم مخفين كذا. القفزة تبعها فيها قفزة مرة عالية. همتي يا أصدقائي فيها قفزة كذا. يعني تقدرون في الحالة مثلا بس هذه. ولا مرة عالي شوفوا. فيبا أصدقائي فصراحة حسيت انه هذه البدلة ميزتها حلوة بس تدرون شنو ناقصها؟ ناقصها بس سرعة. لو وياها السرعة ويا مثلا هاي القفزة اقصد يعني بهاي الطريقة تكون ويا السرعة مع هاي القفزة راح تفيدكم بلعبة كريزي ران او غيرها. اما عندكم في الفريزنج فان فهذه اصلا بها السرعة. هاي لما تستخدمون هاي الميزة فتقدرون انه بساعة تستخدمون هاي البدلة وتروحون على الاماكن العالية في لعبة فريزنج فان وسوالف كومة. فهلا البدلة تفيدكم بلعبة فريزن فان اكثر شيء. اصدقائي من ناحية التقييم فراح اقيمها قولوا 6.5 من 10 اوكي. بس ناقصها السرعة. هنا من هيك تستخدمها طبيعي ناقصها السرعة. هعطيكم مشي سريعة وقفزة عالية يعني مضبطيكم. بس هنا لا بس قفزة فتحسوا يعني ناقصها السرعة. لذلك حقيمها 6.5 من 10. وإذا تقولوا لي يعني مثلا تستحق أن نشتريها أو لا فصراحة يعني أقول لو تجمعون لبدلة ثانية أفضل أوكي. فهي مجرد نصيحة يعني إذا مثلا حابيها حلو هاي فاشتروها بعد أنتوا هذا رأيكم. فأنا قاعد أقول لكم من وجهة نظري عن هذا البدلة. فمثلا إذا أنتوا يعني مترددين تشتروها فلا تشتروها أوكي. جمعوا البدلات أفضل. لا تنسون إنه عندكم الكريسماس وعندكم تحديثات ثانية فراح تنزل بدلات جديدة على اللعبة وغالية ومن سوقتها أصدقائي فيها مميزات تحفة. فانتظروني أصدقائي فلا تستعجلون أقول. فبعد أنتوا برأيكم إيش رأيكم فيها وإذا يعني حابين فاشتروا. هذا مجرد يعني قاعد أقول لكم وجهة نظري عن البدلة فما دا أجبركم أكيد أوكي. تعالوا ننتقل الشيء اللي بعده ندخل على العروض ونشتري لنا سوالف. فشوف شنو عندنا هنا حلو. المشروب يا اصدقائي هذا لحد هسه والله يعني ما استخدمته. خلونا نستخدمه. اشتريته من ذيك المره اذا تذكرون لحد هسه ما استخدمته هذا. فتعالوا نجربه. هو سعره 8000 كوينز يعني كلش رخيص. حتى لو مو حلو عادي هو رخيص. ما يصير ويا بدله. خلونا نوخر البدله. يقول ما يصير ويا بدلة على اساس. فا اوكي نستخدم السبعة مستخدمي بدلة. اووو نايس 9 ثواني. ويت نقدر نقفز. حلو نقدر نقفز يا اصدقائي. حبيت ترى حلو. واو او ماي جاد. صوتي شوفوا يا اصدقائي كيف تمشي المدة اللي يخلص بها هذا المشروب. وبعد قرن هاي بالله كم دقيقة هاي تستغرق. قولوا دقيقتين ثلاثة يمكن 3 دقائق 5 يمكن طويلة باعش قد بعدها لسه ما وصل ربع بعد اللي قرنين. من سوقت حلوة فأنا صراحة حبيت. شوف يعني كيف يتكرر شكل وراك من سوقت عندك يعني شكل شبح. وشنو هذا والله بصفه هو اوكي نفس ما توقعت مشهور. شوفوا ايدي خلني استكشف جسمه شو منه. راسه حلو. ففي قفزة اصدقائي بس قفزة عادية. وتقدرون توخرون الميزة مثلا اذا يعني لعبة نفسكم لحد هسه ما خلصت الميزة فتقدرون تضغطون على اكس. فهسه تقولون نشتريها ولا لا؟ ترى اشتروها يعني ب 8000 كوينز شو قضية؟ يعني مو بجواهر مثلا يقولون هواي لا او 80 جوهرة لا رخيصة حيل. فانتوا بعد اشتروها شوفوها عجبتكم وعجبتكم عادية رخيصة. بس يا اصدقائي فكرتها ترى حلوة وبنفس الوقت يعني تقدرون تستخدمها لوقت طويل بحيث تبزع من عندها. فلذلك صراحة حبيتها وحسيت انه حلوة. فيابا اصدقائي تعالوا ايش قد نقيمها والله نقيمها 10 من 10 لو 9 خلينا نقيمها اوكي. هسه نجرب ملابس نفس ما قلت لكم. ايش اسمها هذه؟ ناثانا. ملابس الطلاب مال ناثانا. فهاي راح اشتريها واقول لكم رايي فيها. طبعا سعرها 25000 كوينز.
هذه هي العباية وهذا هو الحذاء وهذه هي القبعة وهذه هي التنورة وهذا هو السروال وهذه البلوزة وبعد خلاص. أوكي فأول شيء راح أستخدم يا أصدقائي الملابس. وين الملابس؟ أتوقع في علامة الهالوين. حلو انبلعت. ها خش طلعت. هذه هي أصدقاء الملابس صراحة مبينة حلوة. خلونا نوخر اسمها ومعكات. نو ترى حلوة. هذه ملابس الطلاب مالنا ثانية مال السحر. والله حلوة. لحظة وهذا العصا تبعها. شوف العصا. شوف شلون حلوة. تكشيلها بفخامة. واد ساعدتني هواي. حلو شناي ناثانا شناي. خلينا نشوف شنو يطلع من فوق. شوف يطلع مكان فيه نجوم بعدين يسوي لك هذه الدائرة. وين اختفت؟ اختفت. وين الدائرة؟ انا ما شفتها. وينها؟ حاب اقول لكم ان هي اختفت. فيبقى اصدقاء طبعا الملابس تحفة فنية من جد حلوة كلش. هذه ملابس طلاب ناثانا واو. راح اقيمها اصقع 10 من 10 صراحة. طلعت تحفة على شخصيته. اتوقع انه كل هو كل الشخصيات وعدكم العصا مالتها كلش حلوة. يعني انصحكم بها 10 من 10 وبكوينزات. بعد شي تريدون اشتروها وانصحكم بها صراحة يعني كلش حلوة. تعالوا هسه خلينا نشتري ملابس شو اسمه هذا الطلاب تبع فليكا. فتعالوا نشتري ب 25000 كوينز. اوكي العباية الحذاء القبعة التنورة السروال البلوزة. حلو والله حرفيا ملابس ناثانا عجبتني. تعالوا نستخدم تبع فليكا. قلت لكم قبل سابقا كما تعرفون يا اصدقائي انه اني معجبه بذوق فليكر بالملابس عشان مره تعرفه. او ماي جاد لحظه هسه يا اختار احلى حرفيا على اثنيناتين يجننن. ما اقدر اختار واحد. شوفوا هسه مثلا هاي تبع فليكا. شنو التحفه؟ ليش هيك تحفه؟ ليش مو ناثانا وفليكر هيك حلوه؟ بدي افتهم يعني ما اعرف اسم ما اعرف شنو اختار. ما اكتب على المشوى من عندكم شو تريدون اشتروا. يلا اشتروا اثنيناتهم خصم الحكي. فهن اثنيناتهم كويس بس ما قلت لكم تعالوا نستخدم العصا اللي صدق تجنن. شوفوا من تستخدموها حيطلع جمجمه هسه ما يلحق الصور يا اخي. بشوفوا من فوق. شوفوا هذا يعني اول شيء يطلع لكم جمجمه بعدين يصير بقاع ناوي اصقعي تسوي كلش حلوة فخامة. بس صراحة كلش حبيت الملابس خصوصا مناثانا. شلون حبيت مناثانا هالمرة. وبس هذا يا اصدقائي كل شيء. واكثر شيء انصحكم انو تشتروا بهذا الفيديو كله الملابس تبع ناثانا. بس صدق تجننوا. حطوا لايكاتكم وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس. واحبكم كومو وبس باي باي.